غادي نذكروا على الضغط عند المرأة الحاملة، لأنه تيخلق عدة مشاكل، مشاكل الأم والجنين على حد سواء. أنواع الضغط عند المرأة الحاملة، كاين المرأة اللي تتكون عندها الضغط مرتفع قبل من الحمل نتاعها، كاين المرأة اللي تيجيها الضغط خلال الحمل وتيمشي من بعد الحمل، وكاين الضغط اللي تيكون مرتفع جدا وتيجي تقريبا هذا الاخير هو اللي تيكون خطير بزاف، اللي تيجي تقريبا في الثلث الاخير ديال الحمل. الضغط تنعتبروه بانه كاينين درجات، كاين الضغط الطبيعي اللي تيكون ما بين 12 كمستوى اعلى ل 8، ومني تيطلع من 12 حتى ل 14 تتكون الضغط مويه كيف معتدل، ولكن الاقليه خصها تكون قل من 8.9. والضغط المرتفع جدا اللي يقدر يخطر يعطي مشاكل عند المراه تكون فوق 14.9، يعني كأدنى 9، وهذا تيقدر يخطر يخلق خطوره كبيرة عند المرأة الحاملة. ما بين الأعراض ديال عند المرأة الحاملة تكون ألم في الرأس، والأكثرية في الوراء ديال الرأس، تكون ألم في البطن تحت القفص الصدري على الجهة اليمنى، تكون انتفاخ بالأخص في اليدين أو الرجلين أو الوشنة، تيكون انقباض الماء في الذات كذلك، وتيكون واحد المشاكل اللي تتأثر على الكبدة. وكذلك من ناحية البيولوجية تيكونوا مثلا واحد في البولة ديالنا البروتينات اللي تيكونوا كتار في البول، تقيا، تيكون دخة، بعض المرات تيكون مشاكل في الرؤية، وبعض المرات تتمشي قاعد تقريبا انعدام الرؤية عند المرأة، أو الحساسية الكبرى الضوء. ما بين التحاليل التي يمكننا نعرفه هي طبعا الحال الضغط تيكون مرتفع، ولكن كتكون البروتينات في البوله في البول ديال المراه، اذا تيدير واحد الانسان تيدير تحاليل طبعا الحال السريريه هي الاولى، ثانيا تحاليل ديال الدم اللي تيقلب عليها الانسان على المشاكل اللي تقدر توقع ما بيناتها الكلوه اللي ما تتجاوبش شيء مزيان، واحد لاسيدوريك. بعد المرات تنقلبوا على المشاكل اللي تقدر تكون في الكبد، وتحليلات البول اللي تتبين لنا بانه كاين البروتينات في البول. الايكوغرافي او الموجات فوق الصوتيه اللي تتبين الصحه ديال الجنين، النمو نتاعو، الدم اللي تيوصل ليه لي دوبلر، الدم اللي تيوصل للجنين، لا من ناحيه المشيمه ولا من ناحيه الجنين نفسه اش تيوصل له كدم. المضاعفات الكثيره عند المراه الحامل ملي تيكون عندها الضغط على حساب اش من نقطات شافت واش من نقطات تعرفت. ما بين المضاعفات الاكثريه ديال المضاعفات هي واحد سميتها قله النمو ديال الجنين، النمو ما تيكونش مرتفع كيف قلت قبيله الولاده المبكره. كذلك المشيمه اللي تتقطع من بلاصتها واللي تنسميوها ما تتبقاش تتنفك من داخل الجدار الرحم، تيخلق هذا الهيماتوم ريتروبلاسانتير اللي تنقولوه بالفرنسيه، هذا الانفكاك ديال المشيمه اللي تقدر يخلق مشاكل كبيره عند المراه الحامل، وتتكون بالدرجة عليا قصوى باش تولد المرأة، كان بالإمكان باش تولد طبيعي أو بالفتح يعني بعملية قيصرية كيفما كان العمر ديال الجنين، لأن هنا حياة المرأة تتكون مهددة. كذلك انقضاض أو نقص انخفاض في الفصائح والصفائح باردون لي بلاكيت، وهذا تيؤدي لنزيف حاد عند المرأة. تدفق الدم عند الجنين في المشيمة تيكون قليل ملي تيكون الضغط مرتفع، إذا هذا التدفق ديال الدم اللي تينقص في المشيمة تيعطينا الجنين ما تيكبرش مزيان، الجنين ما تينموش، وتيؤدي هذا الشيء كله هو بطبيعة الحال الولادة المبكرة. قد ما كان الإنسان
الولادة المبكرة ثم تقدر تخلق مشاكل عند الجنين. ما بين كذلك المضاعفات هي الارتجاج أو الإكلومبسي، وهنا المرأة تكون عندها بحال تيقولوا حنا كانوا في القديم تيسموه المسلمين والمرأة الحاملة. وفات المسلمين هي كلمات اللي تتبين بأن كاين واحد الكريز، واحد اللي المرأة كتترعى تيجوها واحد الإشكالية اللي تتخلق للمرأة، إما مشاكل في الدماغ نتاعها كنزيف، أو مشاكل في الكلوة اللي ما تتخليش الكلوة تبقى خدامه، أو في القلب نتاعها، إذا تتخلق لها إشكاليات كبيرة. وهذه المشاكل، هذه المضاعفات كلها تتقدر تجي بزاف منها من بعد كذلك من بعد الوضع. الدواء الحقيقي ديال التونسيون هو أول حاجة هو الوقاية، ثاني حاجة هي الأكل، ثالث حاجة الإنسان يكون يراقب الضغط نتاعها عند المرأة الحامل من الشهر الأول. الشهر الأول تراقب الإنسان الضغط، تراقب الحمل بطبيعة الحال، تراقب الوزن، وتحضير الأكل يكون متزن. بعض المرات تتخصص بعض الأدوية اللي تيكون يعرفها غير الأطباء، وعلى حساب كل حالة الإنسان تيختار الأدوية المناسبة اللي ما تأثرش لا على المرأة لا على الجنين. الوقاية تبدأ من المراقبة الجيدة المستمرة، يعني تقريبا شهرية عند المرأة الحامل، اللي تتركز ماشي على الضغط ما كذلك على التاريخ ديال المشاكل عند المرأة، الأعراض اللي تتعرض لها أو تعرضت عليها من قبل، التاريخ ديال الأمراض اللي على العائلية كذلك، لأنه بعض العيالات اللي تكون عندهم ضغط من ناحية العائلية كذلك تكون معرضات. دونك الوقاية تتبدأ الأكثرية قبل ما تحمل المرأة أو خلال الحمل إلى مكان.